بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي قناة دعافيس على اليوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله. الموقف الوبائي لفيروس كوفيد 19 للعراق يوم الجمعة 17 نيسان 2020. عدد الإصابات 48 حسب إحصائية وزارة الصحة، عدد الوفيات 1، عدد حالات الشفاء 50. للأسف اليوم يعني تكاد تكون متساوية حالات الإصابة وحالات الشفاء. مجموع الإصابات لحد هذا اليوم 1492 إصابة، مجموع الوفيات 84 وفاة، مجموع حالات الشفاء 906، مجموع الحالات النشطة هو 502. مثل ما تلاحظون اليوم تكاد تكون متساوية حالات الإصابة مع حالات الشفاء. أما بالنسبة للشارت اللي هو المعدل التراكمي لمجموع الإصابات في العراق، فمثل ما تلاحظون هذا المخطط يوضح لنا المعدل التراكمي لعدد الإصابات بشكل يومي مع المجموع الكلي. بالنسبة لعدد الإصابات في دول العالم كليته، للأسف اليوم الإصابات كانت يعني كثيرة جدا، وصلت إلى 1.25 مليون تقريبا. عدد الوفيات 150 ألف، عدد حالات الشفاء 563 ألف. لا زالت الولايات المتحدة يعني هي صاحبة النصيب الأكبر في عدد الإصابات، تجاوزت 685 ألف إصابة، تليها إسبانيا ثم إيطاليا ثم فرنسا ثم ألمانيا، المملكة المتحدة والصين. أي سؤال أو استفسار أنا حاضر. لا تنسوا أن تسوون سبسكرايب للقناة وتفعلون زر الإشعارات، والسلام عليكم ورحمة الله.